ماذا تعني تعرف عن مدينة صفار، مدينة الألغاز الجزائرية؟ صفار هي المدينة الضائعة، وهي أعجوبة الدنيا الثامنة، تسمى أيضا باللغز، وهي موجودة في التاسيلي ناجر في جانيات جنوب الجزائر. تحتوي على أكثر من 15 ألف لوحة جدارية ونقوش يعود تاريخها إلى 20 ألف سنة، يعني أقدم حضارة في العالم موجودة حتى قبل وجود البشر. صنفها اليونسكو على قائمة التراث العالمي، ومساحتها كمساحة دولة الأردن، وهي أكبر مدينة كهفية في العالم. هذا ما يقال عنها، لكن سوف نتطرق في هذا الفيديو على بعض الحقيقة المخفية لهذه المدينة اللغز. هذه المدينة تكلم عنها مفدي زكريا عندما زار بريطانيا، وبالضبط متحف بريطانيا، حيث وجد في المتحف معلومات مدهشة حول هذه المدينة، وتكلم عنها في إليادة الجزائر، لكن لم يتم تفسير إليادته لماذا. يقال أن صفار هي مدينة مسكونة من الجن، ولم يقم أحد بزيارتها، وكل ما ترونه من رسومات وصور ودراسات هي لجانب منها فقط، ولم يقم أحد باكتشافها من الداخل. الروبورتاج الوحيد المصور قامت به قناة فرانس 2، وصورتها بطائرة من الفوق، لم تصورها كلها. ويقال أيضا أنها كانت مسكونة من قبل الجن، القوم الذين كانوا يسكنون الأرض قبل البشر، وقد تكلم عنهم ابن كثير في البداية والنهاية. هؤلاء القوم قوم الجن وقوم الحن والبن. الوحيد الذي دخل إليها هو أكبر ساحر في تاريخ البشرية، أليستر كراولي، والفريق الذي دخل معه كلهم ماتوا إلا هو، وبعد سنوات مات هو أيضا. ترك وثيقة رسم فيها خطوط ورسومات غير مفهومة، ولا واحد من السحرة استطاع تفسيرها. الوثيقة لحد الآن موجودة في متحف في بريطانيا. قد تحدث هذا الساحر عن زيارة صفار، وقال إن عرش الشيطان موجود في هذه المنطقة. أمريكا قالت كل المثلثات موجودة في البحر إلا مثلث واحد موجود في صحراء الجزائر. هنا أمريكا تقصد مثلثات برمودا. وهناك كلام على أنها قارة أطلانتس المفقودة، وعندما ينزل المطر وتشرق الشمس لا تستطيع فتح عينيك فيها. واحتياط المياه العذبة موجودة في هذه المنطقة. في سنة 2018 تنقل لصفار فريق بحث أوروبي، وتكلموا على هذه المدينة اللغز على أنها موجودة قبل البشر. يقال أن كبار المرشدين المحترفين لن يقوم بإدخالك في وسط شرق صفار، وذلك ممنوع منعا باتا ومحروس من قبل الجيش الجزائري. حتى لو كان مسموح، لن يستطيع أحد المخاطرة بحياته إلى تلك الشوارع والكهوف المخيفة. ما يؤكد هذه الفرضية هو تصنيف صفار في تراث اليونسكو سنة 1982، ولم تقم أي قناة عالمية لحد الساعة بروبورتاج عليها، كناسيونال جيوغرافي وغيرها. والروبورتاج الوحيد كان من قناة فرانس 2 سنة 2015 بطائرة درون علوية. تاريخيا أيضا، الساحر المعروف وهو أخطر ساحر في تاريخ البشرية، أليستر كراولي، زار مصر، وبالضبط الأهرامات الفرعونية، وبعدها مباشرة زار صفار وبوسعادة بالجزائر، وتحدث عن زيارته لصفار وما رآه بداخلها. كما ذكرنا سابقا، الفريق الذي أتى مع أليستر ودخلوا معه صفار ماتوا جميعا، ومات هو بعد ذلك بسنوات تاركا وثيقة مبهمة. في الآونة الأخيرة ظهرت على مواقع جوجل إيرث شكل هندسي خماسي من منطقة أم العسل بتندوف، وتم إبلاغ المصالح المختصة، وقالوا بأنهم لا يعلمون عنها شيء، ووجدوها مكتوبة في جوجل باسم بنتاغرام نازانيا، وصنفتها كمكان روحاني، ولا يوجد طريق للوصول إلى هذا المكان المحير. هذا المكان يتكلم عنه الكثير من السحرة المغربيين، يقولون إنه البانتاغرام 12 للشيطان، لأن كل نجوم الشيطان الخماسية التي درسوها بطريقة رياضية وعلمية وجدوهم في الماء، إلا النجمة 12 موجودة في الجزائر. وتبقى الأسئلة المطروحة كثيرا جدا فيما يخص صفار المدينة اللغز المحيرة.